وجاب بريتون حوط البرجر من السايدز بس. ده البريتونين حوطه من السايدز بس. فايه رايكم في دي؟ ايه رايكم في الديجري اوف ايماجينيشن دي؟ دي اقل شويه من اللي فاتت صح؟ بقى المول والسايد بس هما اللي مغطيين البريتونين. ده في ديجري اخف خالص. ان الاورجن اهو دي اللي انا بسمها دي بتبقى في الغالب على الاورجنز اللي موجوده على البوستيريور ابدومينال الوول. البريتون بس غطى لي السيرفس بتاعها خالص قدام. يبقى ده بريتونين. ايه رايكم في ده؟ الاورجنز هو البريتونين ولا لا؟ عشان كده سميته ريترو بريتونيال اورجن. ده المدخل بتاع البريتون يا جماعه. المدخل في عجاله ان اورجنز موجوده وفيه بريتونيال ساك حصل فيه فيريس ديجريز اوف ايماجينيشن خلت لي يا اما الاورجن متغطي تماما ومتعلق بميزنتري فده بقى موبايل او حاجه لانتيرو وول والسايدز بس او حاجه بس مجرد البريتون معدي من قدامها فسميته ريترو بريتونيال اورجن. ايه قصه بقى البريتونيال ده؟ تخيلت تاني معايا كده لو انا عندي بالونه ومليتها نفختها نفخ رايق كده ودخلت الاورجن فيها بقى الايديا دلوقتي متحوطه بكام ليه من البالونه؟ الايديا دلوقتي لما الايديا ده بتاع البالونه اللي مليانه هوا بقت الايديا دلوقتي مغطيه بكام ليه من البالونه؟ يا جماعه الايديا البالونه دلوقتي تغطي الايديا خليت البالونه لفت حوالين الايديا بقى كام ليه من البالونه متحوطه الايديا؟ طبقتين وما بينهم ايه؟ هوا صح؟ هو ده اللي حصل بالفعل. البريتون ده لما حصل له فاجريشن في الاورجن ده بقى في طبقتين من البريتونيوم، طبقه ملامسه للاورجن اسمها فيسترال لير وطبقه من بره اسمها بارايتال لير. طبعا من جوه اسمها ايه؟ حواطه الاورجن مباشره اسمها فيسترال ومن بره اسمها ايه؟ بارايتال. وما بينهم ساك اسمها بريتونيوم ايه؟ كافيتي. دي اللي هي الفرق في البريتونيوم في اليوم. تمام. يبقى البارايتال وول ده هيبقى مغطي البارايتال بريتونيوم والاورجن هيبقى مغطيه بمين؟ بفيسترا بريتونيوم. ده كله ده مدخل عشان اقول لكم انا عايز ارسمه دلوقتي. عايز ارسم الرسمتين اللي بيهم نقول الايه؟ نقول البريتونيوم والحاجات اللي في عجلة دي بتتعامل معاها ازاي. الرسمه الاولى يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن ادي عاوز ارسم الاكل فده اسمه بريتونيوم وده انتيريو. يبقى ده هيبقى انتيريو ابدومينال الاول وده هيبقى ايه؟ بوستيريو ابدومينال الاول. وادي البلفس ولو حبيت اقول ان ده انتيريو ابدومينال الاول هقول لكم ان دي سيمفيس بيوبس مش كده ولا ايه؟ ومن مين اللي في النص ده هتبقى مين؟ امبلايتس صح يا جماعه؟ امال مين اللي هيبقى فوق ده؟ الفاصل ما بين السورس والابدومين ده فلاج. قلت لكم انا عايز ارسم كام كام اورجان؟ اعملوه معايا واحده بواحده كده وهتلاقي الموضوع بسيط جدا. اول اورجن هيبقى موجود تحت الدايفراج مباشره هيبقى اسمه الليفر. ادي الليفر اهو له سوبيرو سيرفيس زي ما هنعرف شويه كمان وله انتيرو سيرفيس وله انفيرو سيرفيس وله هايلاند وله بوستيرو سيرفيس. يبقى ده مين؟ ده مين يا جماعه؟ الليفر. ده اول اورجن. في اورجن موجوده من التيوبس او الجسد سنه تراك بس الوايد استبار اسمها مين؟ اسمها ستومك موجوده بالصوره دي. يبقى دي مين؟ دي مين يا جماعه؟ قولوا معايا عشان نخلص. دي ستومك. كان في حاجه من الاستومك بيد تيوب من لارج انتستن واحده من الاستومك بيد كان اسمها ايه؟ ترانسفيرس كول. موجود في الحته دي كان في البيت بتاع الاستومك اسمه ايه؟ ترانسفيرس كول. تي سي دي اختصار مين؟ ترانسفيرس كول. في بقى اثنين اورجانز يبقى كده انا رسمت كام؟ كام واحد لحد دلوقتي؟ ثلاثة. هرسم على البوستيريور ابدومينال الهول تو اورجانز تانيين. واحد مثلث يبقى لما يبقى مثلث يبقى مين؟ بانكريس على البوستيريور ابدومينال الهول وتحت